سنتابع فيلما قصيرا يسلط الضوء على أبرز ملامح هذا المشروع، المشروع القومي لتنمية الريف المصري بإنفاق يصل إلى ما يزيد على 700 مليار جنيه. تصوروا إن إحنا في مصر إن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة دول إن إحنا نقدر نحول حياة 58 مليون مصري. من 1948 والعالم بيتكلم لغة حقوق الإنسان، وطول السنين والعالم بيسأل إيه أكتر حق بيخلي كل واحد فينا إنسان؟ قدرتنا على تحديد مصيرنا بتتوقف على إننا نعيش بأمان، في أحسن صحة، وعندنا علم ووعي بيحركوا تصرفاتنا في الاتجاه الصح. توفير احتياجاتنا الأساسية هي الضامن لعيشتنا بحرية، وده أصل كونك إنسان، ده أصل حياة كريمة. الأهم من إنك تحلم إنك تكون جريء وإنت بترسم أحلام. مشروع بيأكد قد إيه كان عندنا الجرأة وإحنا بنحلم، لأن الأول مرة مشروع يكون هدفه إن التنمية توصل لأكتر من نص سكان مصر، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث وأكثرها إنسانية. مشروع مصري 100% بدأ بفكرة شباب بيحلم ببكرة. فكرته اترجمت لمبادرة رئاسية تم إطلاقها بتكليف السيد الرئيس في 2019، وبعقول مصرية وبإيدين شباب مصر اتحولت المبادرة لمشروع قومي، وبنجاحه أصبح نموذج يحتذى به. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خالص. المفروض إن احنا عاملين برنامج حياة كريمة دوم، هنعمل فيه إيه؟ هنعمل فيه الصرف الصحي، هنراجع المية الشرب ونطمن ولا تمام، هنراجع الكهرباء ونطمن ولا تمام، هنراجع البيوت اللي هي صعبة. حسنا هنعمل الطرق، هنبطل الدرع، هندخل الغاز، هندخل الاتصالات. الوعد ده لكم مش مني، من الدولة المصرية. القضاء على الفقر هدف بيتكامل مع أهداف التنمية المستدامة، وبنحققه بوضع أحلام أهالي الريف في أول الخطة. مشروعات المبادرة ركزت على توفير سكن كريم لائق وآدمي، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق بيئة عمل مناسبة لكل الأيدي العاملة، كلها متطلبات الحياة الأساسية، وهي حقوق الإنسان اللي بتسعى رؤية مصر 2030 لتحقيقها، والمتوافقة مع أهداف منظمة الأمم المتحدة، واللي أدرجت حياة كريمة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ده مش كلام على ورق. زمان الفرق كان واضح بين الريف والحضر، لكن دلوقتي قضينا على أشكال كتيرة للفقر، وده نتيجة شغل ومجهود لتنفيذ خطة مدروسة بدقة بنيناها على علم ومعلومات وإحصائيات جمعناها من المؤسسات، وبحث ميداني عمله فريقنا اللي وصل عدده ل 21,000 متطوع. أنا فخورة أني بشتغل في حياة كريمة، أنا فخورة أن أنا جزء من مبادرة حياة كريمة، أنا فخورة أن أنا بشتغل في حياة كريمة وبساعد أهلينا، أنا فخورة أن أنا متطوعة وجزء من مبادرة حياة كريمة، أنا فخور أن في حياة كريمة وأن إحنا بندخل السرور على أهلينا، أنا فخور جدا كوني سبب في إدخال الفرح لأهلينا، فخور أكتر كوني جزء من مبادرة حياة كريمة. والله يا حياة كريمة دي اسم على مسمى. المجموعة دي مجموعة بقول لك زي مثل خلية النحل. خطة إعادة بناء شاملة لتحقيق تنمية وطفرة اقتصادية واجتماعية وثقافية لكل فئات المجتمع الريفي، الأسر الأكثر احتياجاً، كبار السن، كل امرأة معيلة، والشباب اللي بيدور على لقمة العيش. وخطتنا ما نسيتش الأطفال وأبناء مصر القادرون باختلاف. بدأنا بتدخل سريع للقرى الأكثر احتياجاً اللي فيها نسب الفقر عدت 70%. المرحلة التجريبية استهدفت 375 قرية بإجمالي مستفيدين عددهم 4.5 مليون مصري، والمرحلة الأولى اللي بتتنفذ دلوقتي هدفها 1436 قرية داخل 53 مركز على مستوى 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين حوالي 18.5 مليون مستفيد. الكل اتفق على خلق بيئة متكاملة لبناء المواطن، علشان كده حياة كريمة ما كانتش مجرد بنا بيوت، حياة كريمة
بتنفذ مجتمع متكامل يساعد على تكوين شخصية إنسان سوي ينتمي لبلده وبيحمي من التعرض لأفكار التطرف، وده لأن مكان مناسب للحياة بأمان يساوي مواطن عارف مقدرات بلده وحاسس إن بلده بتقدره. بدأنا بسكن كريم، لكننا في نفس الوقت طورنا البنية التحتية، ولأن من غير الصحة صعب نحس بقيمة التطوير، رفعنا كفاءة الوحدات الصحية وعملنا قوافل طبية تطمن على صحة أهالينا وتعمل عمليات جراحية لكل المستحقين. وعلشان مهمة إعداد جيل واعي على نفس درجة الأهمية، طورنا المدارس وبنسعى لمحو الأمية الرقمية، وبنوفر خدمات ثقافية ببناء المكتبات في كل قرية مصرية. اهتمنا كمان بمحور التأهيل والتدريب، ووفرنا تدريب على صنع الحرف لشباب وستات الريف ولذوي الهمم، لأننا مؤمنين بأنهم قادرون باختلافهم على تحقيق المعجزات. اشتركنا في عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ووسط كل المشروعات منسيناش نهتم بمراكز الشباب وبكل نشاط لحماية البيئة والحفاظ عليها. ومع كل طوبة بنيناها اتمدت لنا 100 إيد تساعد. نفذنا عدد من المبادرات وقت كورونا، حماية ورد الجميل والتصالح حياة، وكل واحدة فيهم كانت بتحط حلول وتسهل على أهالينا الحياة في وقت صعب علينا كلنا. كنا وقت سيول أسوان أول إيد تسند أهلنا، بنينا البيوت المتضررة وشكلنا قوافل مساعدات لأهل أسوان. حينما وقعت هذه السيول في قريتنا الحبيبة ظننت أن القيامة قامت، على المنظر مهيب جدا، كنا في ذهول، الأطفال يجروا من هنا والحريم تجري من هنا وكنا في كرب. من الصعيد للوادي للدلتا وفي شرق وغرب مصر، حياة كريمة بتعيد رسم خريطة بلدنا من تاني، إصلاح الإنسان المصري وتوفير حقوقه بالشكل اللي يعيشه بكرامة هو الهدف الكبير. حققنا الكتير وما فاضلش إلا القليل. تحيا مصر. الإنجاز مش جديد علينا، وهنكمل لحد ما نحقق معجزات.